السلام عليكم ورحمة الله أخواتي الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد على القناة اللي كنتمنى إن شاء الله تعجبكم. كيف ما كتشوفوا ديتكم معايا الإيكيا باش تشوفوا الجديد فيها والتخفيضات اللي كاينة في بعض المنتوجات، وديتكم في الشتاء. صراحة أنا من النوع ديال الناس اللي عزيز عليها تخرج في الشتاء، ملي شفتها في الصباح ملي فقت بغيت نخرج فرحت واحد الفرحة ما نعاودش لكم. كلنا كنا كنتسناو هاد الشتاء، اللهم صيبا دافعا والحمد لله والشكر لله، كلشي كان كيتسناها وباغيها. كما كتشوفوا كاين تخفيضات في ايكيا. صراحه صورت لكم غير شي حويجات ماشي لان لا فيديو كتجي طويله، واخا كنمونطي وكندير تسريع، وكنتمنى الفيديو بعدا تعجبكم وما تدوخكمش. وصراحه ايكيا تبارك الله كبيره، فكل مره غنحاول نصور لكم جزء، وماشي بالضروره ان يعني نصور لكم الاثمنه، يعني غتاخذوا تقدروا يعني تاخذوا افكار ديال الترتيب التنظيم الديزاين، وتقدروا ديروا المعلم عادي ويصايب لكم في حاله الا سكرينوتو الصوره. بالنسبه للناس اللي ما قادرينش يجيو لايكيا بطبيعه الحال، فكنتمنى لا فيديو تنال اعجابكم، ونتمنى ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم. اللي اول مره كيزور القناه عفوا ما تنساوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، لانه كيف ما كتعرفوا عليا دائما الجديد والمفيد. كنتمنى التخفيضات تنال اعجابكم. وصراحه خديت شي حويجات انا اللي دائما كيف ما قلت لكم تنراعي القدره الشرائيه ديالي والقدر المستطاع ديالي، فخديت شي حويجات وغادي نشارك معكم بطبيعه الحال شنو شريت. وكاين واحد لابارتي في ايكيا اللي فيها لوفر دو جور، يعني كل نهار تيكونوا منتوجات اللي هي كتليكيدا تما، وكيكون الثمن ديالها رخيص. فتما صراحه كاين ما يدار الا مشيتي بكري وما تعزلتش السلعه، كاين ما يدار، وكاين اثمنه اللي كتوصل حتى ل 50% ديال التخفيض، وكيكون فيها ديفويات يعني تقدري انك تغطيهم وتقدري انك تقاديهم وتخرجي بواحد النتيجه اللي هي زوينه. فما نطولش عليكم، خليكم تشاهدوا لا فيديو، فرجه ممتعه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.
وهنا البنات واحد النقطه بغيت نشير ليها. اولا كنشكر بزاف الناس اللي بقات كتشاهد لا فيديو حتى لهاد الوقيته بالضبط، وبغيت نشير لكم واحد النقطه كنتمنى تفيدكم، هي انه ايكيا تبارك الله كبيره فيها بزاف د الحوايج ولكن ماشي كل شيء. يعني كاين شي حويجات اللي تقدروا تشوفوهم في اليوتيوب راه تلقاهم غير في محلات كتبيع هذا المنتوجات ديال تركيا وما غتلقاهمش في ايكيا. بالنسبه للمنتوجات اللي تتشوفهم في اليوتيوب وتجيو لايكيا وتتقلبوا كيما وقع لي انا جوج المرات كنجي ما تلقاش واحد جوج البياسات تنقلب عليهم، شفتهم في اليوتيوب ولكن ما لقيتهمش في ستوك. يكفي انكم تمشيو تسولوا، انا مشيت سولت لي ريسبونسابل تما عطاوني شنو غادي ندير. يكفي انكم تسكرينيو في الصوره ديال دوك البياسات اللي نتوما باغيين من الدار باش الا ما لقيتهمش في ستوك ما توحلوش. كتمشيو لاي واحد مقابل البيسي كيكون حدا البيسي، يعني كتمشيو في ايكيا راه كتلقاو بزاف ديال لي ريسبونسابل تيبقاو يعني حدا البيسيات ديالهم نهار رهن الاشاره. كتمشي كتوريهم الصوره السكرين ديالكم اولا كتوريهم الريفيرونس الا كان الريفيرونس افضل، يعني واحد الرقم تسلسلي تيكون عندك البياسه. كتمشي كتوريه ليهم تيقولوا لك لا دات داغيفي ديال ديك البياسه بالضبط، يعني التاريخ اللي غتوصل فيها الستوك بالضبط. فانت كديري البروغرام ديالك تجي في ديك لا دات باش تاخدي البياس ديالك قبل ما يسالي، لان كاين شي بياسات اللي تبارك الله كيكونوا زوينين كيمشيو كيطيروا كيف ما انا هاد البياسات اللي كنقلب عليهم ان شاء الله نهار اللي غناخذهم راني غادي نشاركهم معكم. و ايكيا تبارك الله كبيره راه ما تسخاوش تخرجوا منها وما غتكملوهاش الا الا دوزتوا فيها النهار كامل. دائما ديروا الوقت قدامكم وسيروا بكري، بحالي انا مشيت من 11 ديال الصباح ما جيت حتى ل 5 ونص ديال العشيه، تخيلوا وما كملتهاش يعني بلي ديتاي ديالها. فكنتمنى الفيديو يكون عجبكم، وصراحه خديت داكشي كما قلت لكم على قدي، وان شاء الله غادي نشارك معكم الاثمنه وهذوك الديفويات اللي فيهم وداكشي كله ان شاء الله بلي ديتاي. فغير ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الفيديوهات الجديده، ونتمنى لكم التوفيق اللي محتاجه شي حاجه وتمشيو تلقاها في التخفيض وتلقاها بسهوله. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامه.